بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد خلاص داخلين في الساعات الأخيرة قبل الانطلاقة وحفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2022. لقاء الافتتاح ما بين الأهلي وأوكلاند سيتي غدا على ملعب طنجة الكبير في الساعة 9 من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، الساعة 9 إن شاء الله بتوقيت القاهرة. مباراة مهمة جدا وانطلاقة إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة قوية للأهلي في البطولة الثامنة، مشاركة الثامنة والثالثة على التوالي كمان للنادي الأهلي في فعاليات كأس العالم للأندية. حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل وكواليس والتدريب الأخير في مدينة تطوان، وفي هذه اللحظات أنا معكم الفريق حاليا بيتوجه إلى مدينة طنجة، كمان في اجتماع فني، في زيارة لملعب المباراة، في تفاصيل كتير أكيد النهاردة متعلقة بالليلة الأخيرة وقبل مباراة أوكلاند سيتي ب 24 ساعة. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال لحلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة: توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي غدا أمام أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية؟ تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم للتشكيل اللي هيختاره مارسيل كولر في مباراة أوكلاند سيتي غدا إن شاء الله في افتتاحية البطولة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي: الفريق يختتم تدريباته استعدادا لأوكلاند سيتي، وكمان كولر: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية، وأخيرا بعثة الأهلي تتوجه إلى طنجة. إن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة النهاردة من تطوان إلى طنجة، يمكن المسافة حوالي 63 كيلو، يعني بالكثير أو ممكن تكون ساعة بالحافلة. طبعا أولا المسافة بين تطوان لطنجة رائعة جدا، جبال ومناظر خلابة في شمال المغرب. كمان التدريب النهاردة الحمد لله مر بشكل جيد، واللقطات اللي شفتوها على الشاشة بالتأكيد كان عاقب الوصول من التدريب، وحاليا الفريق في التوجه إلى مدينة طنجة. طيب بسرعة نستعرض مع بعض مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية للمحليين ومباريات كأس الرابطة الإنجليزية وكأس إيطاليا. النهارده في مجموعة مباريات مهمة جدا، وجمهور الأهلي هيبدأ بقى يركز على كأس أمم إفريقيا للمحليين النهارده في مباراتي نصف النهائي. الساعة 6 السنغال في مواجهة مع مدغشقر، مفاجأة البطولة. والساعة 9 ومتابعة أكيد هتكون مهمة جدا لأحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المنضم حديثا، هيقود النهارده منتخب الجزائر أمام النيجر. الجزائر مستضيف البطولة وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويوصلوا للمباراة النهائية. مباريات اليوم أيضا في كأس الرابطة الإنجليزية: الساعة 10 من مساء اليوم نيوكاسل يونايتد بيستضيف ساوثهامبتون، وفي كأس إيطاليا النهاردة إنتر ميلان في مواجهة مع أتلانتا. كل التوفيق يا رب إن شاء الله، نشوف النهاردة مباريات ممتعة سواء إفريقية أو حتى أوروبية. النهاردة طبعا ما فيش مباريات محلية، انتهاء مباراة الجولة 16، لكن أكيد من بكرة كل تركيزنا هيكون على مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأن عندنا أخبار وكواليس ومعلومات عن بعثة فريق النادي الأهلي في طنجة. زي ما انتم شايفين حضراتكم، يمكن دي لقطات خاصه وحصريه على شاشه قناه الاهلي وعلى الهواء مباشره، تحرك بعثه فريق النادي الاهلي من تطوان الى طنجه للمبيت في طنجه الليله استعدادا لمواجهه أوكلاند سيتي غدا في افتتاحيه بطوله كاس العالم للانديه في المغرب. طبعا نسخه استثنائيه ان شاء الله باذن الله، كل الاشقاء في المغرب جاهزين
لنجاح هذا الحدث الرياضي والكروي العالمي. الافتتاح غدا أكيد بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والعديد من القيادات ومسؤولي اللجنة التنفيذية في الفيفا والكاف، وبحضور أيضا فوزي لجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، وبوجود أيضا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في المغرب. زي ما انتم شايفين اللقطات الخاصة والحصرية على الهواء مباشرة. توجه البعث الآن من تطوان إلى طنجة بعد أداء التدريب الصباحي اليوم على ملعب ثانية الرمل في تطوان، وده ملعب فريق المغرب التطواني. ملعب ثانية الرمل من أقدم الملاعب في المغرب، وكانت أقيمت عليه قبل كده منذ سنوات طويلة بعض المباريات في الدوري الأسباني. وإن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة للنادي الأهلي. مارسيل كولر أعتقد يعني خلاص وصل بقى للقوام النهائي والتشكيلة وطريقة اللعب وكل الأمور اللي إن شاء الله بإذن الله يكون موفق فيها في مباراة الغد. الفريق مجرد ما يصل هيكون فيه عدة اجتماعات وتفاصيل أكتر، لكن بقى مفيش أفضل من زميلنا كريم أحمد إنه يدخل معانا عشان يدينا كل التفاصيل ويشرح لنا كل اللي بيحصل حاليا في المغرب، وهو الآن كمان مع البعثة اللي بتتحرك لمدينة طنجة عشان يقول لنا كل التفاصيل وكل الأخبار من خلال متابعته وتواجده مع بعثة فريق النادي الأهلي. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميل العزيز محمد تحيات، بكل التحية ليك وبرحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. تحياتي ليك وتحيات كل الناس ليك، وإن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة، ونطمن منك بقى وأنتوا أهو في الطريق قدامنا، إحنا شايفينكم صوت وصورة وأنتوا رايحين على طنجة، ويمكن بنحاول قدر الإمكان نقدم خدمة خمس نجوم لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، تطمن على البعثة، تشوف كل الإجراءات، تشوف اللقطات كلها صوت وصورة، ومن خلالك بقى كمان نعرف إيه آخر الأخبار في المغرب، وإحنا قدامنا مناظر خلابة. يعني بصراحة المملكة المغربية من أمتع وأفضل وأجمل المدن اللي ممكن تزورها وتشوفها وتتعامل كمان مع شعبها أشقاء، ونتمنى لهم التوفيق يا رب في تنظيم هذا الحدث يا كريم. بالتأكيد يا عم طبعا بضم صوتك الحقيقة، احنا في مكان رائع وفي دولة رائعة الحقيقة، عشان كده يمكن بنتمنى لهم كل التوفيق بنجاح هذه البطولة تنظيما وشكلا وترتيبا، وكل الأمور يا رب إن شاء الله تكون نجاح كبير كعادة طبعا كل أشقائنا هنا في المغرب. يمكن زي ما أنت شايف يا محمد يعني خلاص احنا متوجهين إلى طنجة، خلاص النهاردة انتهت الاستعدادات الفنية بالتدريب الختامي بطريقة للنادي الأهلي، والتدريب الرئيسي كما يقال عليه طبعا كان على ملعب ثانية الرمل، الملعب المحدد للتدريبات. التدريب كالعاده كان 12 ظهرا 60 دقيقه كانت التدريبات. الحقيقه شفنا كالعاده الجديه الكبيره والحماس المعتاد على فريق النادي الاهلي، والحرص الكبير جدا ان الكل بيحاول ان هو يحافظ على بعضه من التدخلات، لان انت عارف يا محمد الجديه ما بتكون متواجده، الكل بيبقى عايز يكون متواجد في التشكيل الاساسي، الكل بيبقى عايز يظهر بشكل كبير جدا يثبت للجهاز الفني ان هو كفيل ان شاء الله يكون متواجد في هذا المركز او في ايضا كمان في القائمه بشكل كامل. تدريب اليوم الحقيقه كان مميز جدا، بدا كالعاده باجتماع لاعبي النادي الاهلي مع الجهاز الفني في الملعب، قرات الفاتحه كالعاده في البدايه، يمكن كولر اكد على بعض الامور، قال خلاص يمكن المرحله انتهت، مرحله التدريبات بدات مرحله الحسم 90 دقيقه، ركزنا بشكل كبير جدا في التدريبات وظهرنا بصوره رائعه جدا، لكن الاهم بالنسبه لي ان احنا نظهر في 90 دقيقه وتركيزنا يكون اكبر في المباراه الافتتاحيه اللي اكيد هيكون فيها مسانده كبيره جدا من اشقائنا المغاربه لفريق النادي الاهلي. انتهت التدريبات بطبعا ركلات الترجيح المعتاده طبعا قبل هذه المباريات الخاصه ببطوله كاس العالم، كل الحقيقه اجاد الشناوي وايضا كمان اجاد بشكل كبير جدا في تدريب اليوم، ومنها مباشره يعني رجعنا الى تطوان مره اخرى الى فندق الاقامه للترتيبات الخاصه بقى والتنقل والتحرك، وكل اللعيبه تناول وجبه الغداء سريعا، ومنها الى طنجه. يعني الطريق محمد يصل الى ساعتين الا ربع او ساعه ونص بمشيئه الله ان شاء الله، مجرد الوصول هيكون مباشره الاجتماع الفني في تمام اسئله طبعا بتوقيت المغرب للتجهيزات والترتيبات الاخيره طبعا كالعاده، حضور طبعا الكابتن سمير عدلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، ايضا كمان مهندس خالد المرتجي، والامور المعتاده طبعا محمد زي ما انت عارف في كاس العالم، وايضا كمان يمكن عندي معلومه لكن لسه الحقيقه بنحاول ان احنا نتاكد منها بمشيئه الله ان شاء الله، يعني بعد المباراه الافتتاحيه يا رب ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي ليه نصيب ويقدر ان هو يحقق الفوز. ممكن بنسبه كبيره جدا محمد النادي الاهلي يكون متواجد في طنجة يعني من جديد الى تطوان، هو طبعا امر بس يعني محتاج ان يكون في ملعب المباراه جيد، اكيد الكابتن سيد عبد هيكون في ملعب بيحاول ان هو يشوف ارضيته، هل الارض جيده؟ هل فعلا تساعد النادي الاهلي على التدريبات ولا ممكن يرجع ثاني الى تطوان؟ يا رب ان شاء الله تكون جوده الملعب كويسه جدا بتساعد النادي الاهلي. تمام. انت عارف يا محمد مشوار كبير جدا
من طنجه الى تطوان، مجهود كبير على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهه، لكن الحمد لله كل الامور طيبه، ينقص التوفيق ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. عارف بس يا كريم هي المشكله في ايه؟ وده اللي كانت اللجنه المنظمه في الفيفا كانت بتزور فيه تطوان وطنجه في الفتره اللي فاتت. الاتحاد الدولي دايما بيبقى ليه معايير كده في ملاعب التدريبات، هو طبعا في ملاعب فرعيه بجوار الملعب الكبير في طنجه، ولكن الفيفا يمكن عايز يعمل التدريبات في ملاعب فرعيه بمواصفات معينه، يعني عشان غرف خلع الملابس، ارضيه الملعب مش عارف بمقياسات ايه، فكل التفاصيل دي اجبرت الناس في الفيفا ان هي ما تعملش تدريبات في الملاعب الفرعيه في طنجه، عشان كده تبقى كلها التدريبات في مدينه تطوان، وده على الاهلي وعلى اوكلاند سيتي وعلى حتى سياتل الامريكي اللي هيصل الى المغرب ان شاء الله بكره ان شاء الله عشان يستعد لمباراه الدور التالي في الفائز ما بين مواجهه الاهلي واوكلاند سيتي. فانا اتمنى ان يكون الكابتن سيد ممكن يشوف ملعب الفيفا يقتنع بوجهه النظر والفكره في التنقل كل شويه، لان ان شاء الله باذن الله اذا ربنا كرمنا حتى في المكسب هتضطر ترجع تاني لتطوان، والتوقيت ما بين المباراتين احنا بنتكلم في 48 ساعه يا كريم. بالظبط يا محمد، هو المجهود الكبير طبعا انا بتفق معاك في كل الامور اللي انت قلتها، المعايير الخاصه والترتيبات اللي الفيفا بيحاول يبقى فيه مكان للعيبه، مخطط ثلج، جيم صحيح تكون جودته كويسه، بعيد شويه عن المناطق السكنيه، فالاختيارات طبعا كالعاده بتكون يعني طب بالنسبه للفيفا، لكن انت عارف طبعا يعني ممكن النادي الاهلي يتنازل عن بعض الامور بالنسبه للمسافه الكبيره جدا، حتى لو ارضيه الملعب جيده انت مش محتاج يكون في امور كثيره جدا، استاد بالكامل مجهز بشكل كبير، فيمكن هي دي النقطه اللي بنعمل بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله يكون في اداء قوي جدا من لعيبه النادي الاهلي وتركيز كبير في المباراه الاولى عشان هتفتح لنا البوابه الكبيره ان شاء الله للاستكمال في رحله كاس العالم للانديه، الحلم الكبير المنتظر لكل جمهور النادي الاهلي. ويا رب محمد يعني عقب الوصول ان شاء الله باذن الله طمنك برضه على الامور الخاصه عقب الوصول بعد الاجتماع الفني يتناول لعيبه النادي الاهلي وجبه العشاء، ومنها الى محاضره كالعاده فنيه اخيره في فندق الاقامه لمستر كولر اللي بيأكد عليها كل الامور الخاصه به، طبعا من الجانب النفسي والجانب المعنوي، الراجل خلاص حضر كل الامور الفنيه بمتابعات هايلايت ببعض طبعا الامور اللي ان شاء الله باذن الله يتم تنفيذها بالكامل وعلى اعلى مستوى لعيبه النادي الاهلي. يا رب محمد دعوات بقى جمهورنا الكبير جمهور النادي الاهلي في الانطلاقه تكون انطلاقه جيده تليق باسم النادي الاهلي ومكانته الفنيه. طيب وانت معايا بصراحه، اصل الصوره قدامنا جميله جدا فمش عايزين نقطع عليها، ولا يعني بصراحه عايزين نتكلم معاك كمان في الاستعداد للبطوله. طيب النقطه الثانيه، بدون الخوض في اسماء او يعني اسماء ممكن تكون موجوده في التشكيله الرسميه، ولكن من خلال متابعتك للتدريب النهارده، هل شايف كولر استقر على التشكيله الاساسيه ولا لسه الراجل لا يعني مدي فرصه للكل ان هو يكون داخل في المران الجماعي لغايه لما يحدد التشكيله بكره ان شاء الله؟ لا يعني اقدر اقول لك يا محمد بنسبه كبيره جدا تم الاستقرار على التشكيل اللي ان شاء الله يخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه، تم ايضا كمان الاستقرار على طريقه اللعب، الضغط هيكون من فوق ولا الضغط هيكون من نص الملعب، يعني الراجل يمكن اشتغل بشكل كبير جدا يا محمد وكثف مجهودات كبيره جدا جدا للتحضير على هذه المباراه، فيمكن انت عارف مستر كولر يعني كل صغيره وكبيره بيركز فيها، فاحنا بنعمل بمشيئه الله يكون السيناريوهات اللي حاططها لفريق اوكلاند. الو، طب يبدو ان الخط يمكن قطع معانا، يمكن طبعا زي ما انتم شايفين الفريق في الطريق دلوقتي من تطوان الى طنجة، واكيد طبعا ممكن الشبكه يعني تفصل معانا في اي وقت، لكن قدر الامكان بنحاول نقربكم شويه من الصوره وتبقوا شايفين الحدث معانا على الهواء مباشره. اتفضل يا كريم. يمكن باكد لك يا محمد ان الترتيبات الخاصه بالتحضير الفني طبعا لمباراه اوكلاند سيتي، الجانب الاخر اوكلاند يعني يمكن بيلعب بطريقه 4-3-3، ممكن يكون ليه اختلاف، ممكن يتغير طريقه لعبه، فعشان كده بنتمنى بمستر كولر بخبرته الكبيره وبذكائه في الاداره الفنيه من خارج الخطوط يكون عنده كل السيناريوهات الخاصه بفريق اوكلاند سيتي، عنده سرعات كبيره جدا، عنده بعض العناصر المميزه، لكن بمشيئه الله رغبتنا تكون اكبر، اصرارنا يكون اكثر كالعاده، ويعني اللي احنا بنراهن عليه روح الفنان الحمراء وشخصيه فريق النادي الاهلي، العب بقلبك برجوله، ربنا يوفقك ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله محمد تكون الانطلاقه كالعاده تليق باسم النادي الاهلي وتحسب لكل لاعب في هذه الرحله وفي كاس العالم للانديه. طيب انا شايف قدامي حاجه بصراحه يعني لفتت انتباهي، اعتقد اللجنه المنظمه يمكن عامله تامين وعامله ترتيبات امنيه واداريه على اعلى مستوى كمان في توجه البعثه سواء من الاوتيل للتدريب او حتى للسفر من تطوان الى طنجه. عفوا يا حمام معلش ممكن تعيد السؤال المفضل؟ طبعا الترتيبات الامنيه انا شايف حتى في تنسيق امني وترتيبات على اعلى مستوى وجهد طبعا مبذول من اللجنه المنظمه كمان في المغرب لتذليل اي عقبات للبعثه وللفريق في التحرك من الاوتيل للتدريب او حتى التحرك من تطوان الى طنجه.
بالتاكيد يا محمد، يعني يمكن من خلالك ومن خلال نشر قناه النادي الاهلي يمكن شايف الموكب، يعني موكب كبير جدا لتامين مكثف جدا كالعاده طبعا اللي هي النادي الاهلي وكل الفرق الحقيقه، يعني الجانب الامني والجانب التنظيمي بيقوم بدور كبير جدا جدا الحقيقه من اول وصولنا الى مطار طنجة، طبعا من تحرك التنقلات الناس بتساعد بشكل كبير بتسهل كل الامور دي، امور الحقيقه يعني بتطمن البعثات كلها المشاركه في كاس العالم للانديه، الترتيبات دي مهمه جدا، التنقلات تحديدا بتكون مهمه لان انت عارف وصولنا الملعب لابد يكون في ميعاد معين، ويا رب ان شاء الله باذن الله يستمر هذا الامر يوم المباراه. احنا رهرنا كله محمد كالعاده خبراتنا طبعا في التفريات طبعا خاصه بطوله افريقيا، يوم المباراه مهم جدا، تلاقي بعض الجماهير متواجده لكن بالشكل اللي احنا شايفينه الحقيقه هتكون في سهوله ويسر كبيره جدا في التنقلات، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. لا وعايز اقول لك كمان حضور جماهيري، يعني حسب المعلومات اللي جايه لنا من المغرب انت بتتكلم في 60,000 متفرج ان شاء الله في مباراه الاهلي واوكلاند سيتي، واكثر من 90% من الجماهير المغربيه هتكون في ظهر النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله يا كريم. ده يمكن املنا الكبير في اصدقائنا المغاربه كالعاده بحبهم الكبير جدا للنادي الاهلي، وايضا كمان لنجاح المباراه الافتتاحيه ونجاح كاس العالم، فيمكن ان شاء الله باذن الله جمهور المغرب مع جمهور النادي الاهلي ان شاء الله لهم منتظرين وكالعاده يكون متواجد ومقدر ومساند وداعم لفريق النادي الاهلي، يكلل بالنجاح ان شاء الله يا محمد، ويكون فرحه كبيره جدا للشعب المصري وجمهور النادي الاهلي يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي في المغرب، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، زي ما انتم شايفين معانا على الشاشه صوت وصوره كل الاجواء والتفاصيل المتعلقه بسفر البعثه، وان شاء الله البعثه تصل بسلامه الله الى طنجه بعد ساعه من الان ان شاء الله. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل اكتر ولسه عندنا مفاجآت بخصوص حفل الافتتاح وايه اللي هيحصل في ملعب طنجة في حفل الافتتاح، والفيفا والكاف والمغرب ازاي بتحضر لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي. زي ما انتم شايفين طبعا يمكن اللقطات الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي النهارده في تطوان، ده التحرك بقى قبل مثلا ما تروح للفطار، وبعد كده عندك التدريب، وبعد كده كان في معاد تحرك لمدينه طنجه، كل حاجه اكيد معده من الجهاز الاداري، ويمكن الاهلي موجود في منتجع الفكره في حد ذاتها اللجنه المنظمه المحليه في المغرب لما جت وضعت الفنادق اللي ممكن الفرق تقيم فيها. على فكرة مدينة تطوان مدينة جميلة جدا، ممكن تكون موجود حتى في وسط المدينة ويبقى في تجاوب مع الناس ويبقى في مكان ممكن تنزل فيه وقريب من ملعب التدريب وكل حاجة، لكن كان في تفكير ان الفرق تقعد في افضل الفنادق وكمان في نفس الوقت تكون في حتة هادية، يبقى معسكر جيد جدا استعدادا للمباريات. زي ما انتم شايفين طبعا يعني افخم الفنادق الموجوده في المغرب اللي النادي الاهلي مقيم فيها، زي ما كان بيشارك قبل كده في اي احداث دوليه سواء في كاس عالم انديه في اليابان او حتى في اي مباراه وديه في اوروبا. طيب بسرعه بقى نروح لترند الاهلي ونروح مع بعض ونشوف ايه اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض بالحساب الرسمي للفيفا، حساب كاس العالم للانديه، قالوا انتهى يناير وانتهى الانتظار، باقي يوم واحد على انطلاق كاس العالم للانديه فيفا المغرب 2022، يعني بكره ان شاء الله لقاء الافتتاح، وصوره كبيره لمحمد الشناوي. حساب فيفا لكاس العالم للانديه ايضا بيقولوا من يملك الثلاثي كاليو ديانج وعمر السوليه وحمدي فتحي في خط وسطه لا يخشى اي خصم، الاهلي مستعد لكاس العالم للانديه فيفا للمغرب، وعاملين منشن لعمر السوليه وكمان للحساب الرسمي للنادي الاهلي، ربنا يوفقهم ان شاء الله. حساب الرياضيه المغربيه وقناه الرياضيه المغربيه من خلال حسابها على تويتر نشروا فيديو لجاهزيه ملعب طنجه على بعد يوم على ضربه البدايه في كاس العالم للانديه، تعالوا نشوف جاهزيه الملعب اللي بيسع لحوالي 60,000 متفرج بكره ان شاء الله هيبقى الملعب شكله ازاي. دي صور خاصه وحصريه بالتاكيد من الرياضيه المغربيه وعرضتها النهارده من خلال الاكونت الرسمي ليها على تويتر. على فكره الملعب الجزء الشمالي والجنوبي تم زياده اعداد المدرجات بحيث ان الملعب كان بيسع 45 دلوقتي بيسع ل 60,000 متفرج، غرف الملابس تم تعديلها، واجهه الملعب وبوابات الملعب تم تغييرها بالكامل، الملعب في يعني شكل جميل جدا ورائع جدا، وارضيه الملعب من الملاعب المميزه جدا في المغرب، وفي شركات انشاءات في المغرب بتبقى مسؤوله وقائمه على هذا الملف، وفي زمن قياسي انتهى التحضير لملعب طنجه قبل مباراه بكره.
طيب نروح لحساب المصري الرياضي بيتكلموا على التشكيل. كهربا يقود تشكيل الاهلي المتوقع امام اوكلاند سيتي في مونديال الانديه، والتشكيل طبقا لوجهه نظر الزملاء في المصري الرياضي: حراسه المرمى الشناوي، الدفاع معلول عبد المنعم متولي هاني، الوسط سليه ديانج قفشه، الهجوم شريف عبد القادر كهربا. معلوماتي ممكن يحصل تعديل او اتنين في التشكيل اللي نشر في المصري الرياضي. طب اليوم السابع بيتكلموا على ان الاهلي يتسلم بطاقه القندوسي، وبيان الكاف يبقي اللاعب مع منتخب الجزائر. صفة اللاعب مع بداية البطولة ما اتغيرتش، لأن هو كان لاعب محلي بيلعب في وفاق سطيف، ولكن أثناء البطولة الصفة اتغيرت بانتقاله للأهلي. تغيير الصفة لا يغير فكرة أن اللاعب محلي طبقا لتوقيت القيد وتسجيله مع المنتخب الجزائري، وبالتالي النهاردة موجود في مباراة الجزائر في نصف النهائي، وبكرة إن شاء الله في مباراة النهائي. آخر حاجة معايا، الوطن السبورتي بيأكد أيضا إن الأهلي يقيد أحمد القنطوسي في القائمة المحلية والإفريقية. دي كانت أبرز المعلومات والأخبار اللي موجودة النهاردة في ترند الأهلي على السوشيال ميديا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد ومتابعة لباقي فقرات برنامج الترند. يمكن طبعا فريق النادي الأهلي زي ما قلت لكم في بداية الحلقة وزي ما شفتوا معايا في اللقطات في طريقه دلوقتي الى مدينه طنجة للمبيت هناك استعدادا لمواجهه اوكلاند سيتي غدا. اكيد في بقى استعدادات مختلفه زي ما بنطمن على النادي الاهلي وازاي بيستعد للمباراه غدا. على الجانب الاخر الجامعه الملكيه المغربيه واللجنه المنظمه المحليه بالتعاون مع الاتحاد الدولي فيفا واللجنه المنظمه من الاتحاد الدولي في استعدادات مكثفه للتحضير لهذه البطوله. اختيار ملعب طنجة، اختيار ملعب مولاي عبد الله في الرباط، حفل الافتتاح بكرة أكيد فيه مفاجآت عديدة، وحفل الافتتاح قد يكون فيه فقرة لتكريم الأسطورة البرازيلية والنجم العالمي بيلي، رحل عن عالمنا بالتأكيد خلال الأيام الماضية وأثناء منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022. فبكرة هيبقى أكيد فيه فقرة مخصصة لتكريم رمز كبير جدا من أساطير الكرة في العالم بيلي. هنشوف كل ده بالتأكيد بقى ونعرف إزاي المغرب بتستعد لهذا الحدث من خلال الزميل الإعلامي المغربي محمد كاردا اللي موجود حاليا دلوقتي معانا عبر الهاتف. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير سعيد، مساء الخير، مساء الخير لمستمعي ومشاهدي قناة الأهلي وكل أشقاء المصريين. أهلا وسهلا ومرحبا سعيد بالتواجد معك والتواصل معك يعني في الأثناء سعيد. أهلا وسهلا. زوين بزاف؟ أمور بخير، كل شيء مزيان، كل شيء مزيان بزاف، كل شيء مزيان الحمد لله. طيب عايزين نطمن منك بقى على استعدادات المغرب لحفل الافتتاح، وبكره الملعب بيسع لحوالي 60,000 متفرج، الحضور الجماهيري، معلومات ان في جمهور كبير ان شاء الله هيكون موجود حفل الافتتاح، وكمان عندك مفاجآت بخصوص الانطلاقه في كاس العالم للانديه في المغرب سواء في طنجة او حتى الرباط. إذا محمد، الاستعدادات على قدم وساق، العد التنازلي بدأ، ترقب وانتظار هنا بالمغرب لضربة البداية. أكيد ضربة البداية ستكون من أقدم يعني بالمباراة التي ستجمع الفريق الأهلي، واحد من أكبر الأندية على المستوى الإفريقي، وأيضا حضور المتميز يعني في ثماني مناسبات يخوض مونديال الأندية إلى جانب فريق أوكلاند سيتي. يعني بالمناسبة فريقين الاكثر حضورا في مونديال الانديه سيكونان في ضربه بدايه المونديالتو. اذا فريق الاهلي المصري اكيد سيكون مدعوم سعيد بجماهير المغربيه، لانه الحديث هنا الى جانب الدعم اللامشروط لفريق الوداد الرياضي بدرجه ثانيه، سيكون الدعم ايضا لفريق الاهلي المصري على اعتبار يعني العلاقات القويه التي تجمع الشعب المغربي والشعب المصري، وايضا الدعم لفريق الهلال الممثل اخر لكره القدم العربيه. يعني الاخبار هنا في المغرب تقول بانه الاجواء ايجابيه بالنسبه لفريق الاهلي. اختصاصا باحد واحد من افخم المنتجعات، ظروف مواتيه، ترحاب كبير ببعثة فريق الاهلي الذي يقودها اسم كبير في عالم كره القدم المصريه والافريقيه الكابتن محمود الخطيب. فريق الاهلي اختار تطوان لماذا؟ لانه سبق ان واجه فريق المغرب التطواني واختار الاقامه هناك، يعني يعرف اجواء الاقامه الممتازه بمدينه تطوان. خوض اخر حصه تدريبيه ستكون بمدينه تطوان. اخبار القادمه من طنجة تقول بانه يعني اداري واطر فريق الاهلي ستتاح له فرصه معاينه ملعب المواجهه، ده ملعب طنجه الذي سيحتضن
مباراه الافتتاح يوم غد، الى جانب ايضا مسؤولي فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي. يعني جوله تفقديه دون اجراء اي حصه تدريبيه على ارضيه المباراه. اؤكد لك سعيد بان ارضيه مباراه ملعب طنجه بجوده عاليه جدا. تم اعاده صيانه مجموعه من مرافق هذا الملعب، رفع الطاقه الاستيعابيه من 42 الف متفرج الى ازيد من 65 الف متفرج. الاخبار القادمه بانه كل التذاكر بعت يعني عن اخرها، حضور سيكون كبير جدا. بالنسبه لي الدعم الجماهيري المغربي سيكون حاضر في هذه المواجهه. بالنسبه لحفل الافتتاح سعيد، اكيد بانه كان هناك يعني نقول لو صح التعبير بس تجريبي للحفل الافتتاحي الذي لفه يعني كان في سريه يعني تامه، ولكن بعض الاخبار تقول بانه سيكون هناك احتفاء بواحد من اساطير كره القدم العالميه بيلي الذي رحل الى دار البقاء يعني قبل في وقت سابق. ايضا الحفل الافتتاح سيجسد التراث المغربي، الثقافه العربيه، شهب اصطناعيه احتفاليه ستكون جميله جدا على ملعب طنجه الذي يعتبر واحد من جواهر يعني الملاعب الجميله جدا بالمغرب، الى جانب الملعب الاخر بالرباط الذي سيحتضن او سيحتضن باقي المباريات السعيد. اكيد. طيب الفولكلور المغربي اكيد هيكون ممثل في الحفل الافتتاح، ابرز الفنانين المغاربه اكيد هيكونوا موجودين في حفل الافتتاح. صحيح سعيد، تم العمل على انتاج اغنيه ستكون يعني مصاحبه لهذا المونديالتو، اغنيه خاصه الفنان العالمي رضوان اللي شغل مع الاتحاد الدولي لكره القدم. رضوان المغربي واحد من يعني الفنانين الكبار والذي عرف بانتاج مجموعه من يعني من الاغاني منها شعار فريق ريال مدريد. رضوان هذا المغربي يعني قبل ايام انطلق الاشتغال على اغنيه لهذا المونديالتو، سيجمع فنانين مغاربه منهم ديزيدروس، ايضا تواجد ديال اسماء المنور، دوزي ومجموعه من الفنانين الاخرين. ستكون ايضا مفاجاه لهذه المنافسه، والاكيد تحدثت عن حفل افتتاح، فاكيد حفل افتتاح سيعرف ايضا استعراض الفني المغربي يعني من مجموعه من الجوانب سعيد. اكيد. زميلي العزيز محمد جرده الاعلامي المغربي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وبصراحه حطتنا في قلب الحدث قبل لقاء الافتتاح وحفل الافتتاح بكره ان شاء الله ب 24 ساعه. كل الشكر ليك على كل هذه المعلومات. قبل ما اخرج الى فاصل، نقطه مهمه جدا، المؤتمرات الصحفيه في كاس العالم للانديه لن تتم الا مع بدايه الدور نصف النهائي. مباراه الاهلي واوكلاند سيتي حتى الدور القادم مع سياتل بطل امريكا مفيش اي مؤتمر صحفي من الاتحاد الدولي، تبدأ المؤتمرات الصحفية من الدور نصف النهائي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع والفقرة الأخيرة من برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند، ونروح بسرعة لتفاعل الجماهير على سؤال الحلقة وهو توقعاتكم لتشكيل الأهلي غدا أمام أوكلاند سيتي. أستاذ محمد بيقول الشناوي، معلول، عبد المنعم، متولي، هاني، حمدي فتحي وآليو ديانج، كهربا، أفشة، حسين الشحات، محمد شريف. بالتوفيق للأهلي وإن شاء الله نقدم مباراة كبيرة. ده أول توقع معانا للتشكيل. أستاذ أحمد عطية بيقول في المرمى الشناوي، في قلب الدفاع عبد المنعم متولي، الظهير الأيمن هو هاني والظهير الأيسر هو معلول، ونص الملعب السرية ديانج، صانع الألعاب أفشة، والجناح الأيمن الشحات، والجناح الأيسر عبد القادر، ورأس الحرب هيكون شريف. طيب آخر تعليق معنا، أستاذ محمد خالد، الشناوي، معلول، عبد المنعم، متولي، هاني، السلية، ديانج، حمدي، طاهر، عبد القادر، كهربا. طيب دي التوقعات بخصوص التشكيل. طبعا في تباين في الآراء واختلافات في وجهات النظر بالنسبة للتشكيل، ولكن من خلال عرض للثلاث تشكيلات طبعا في تعديل هيكون فيها من خلال اختيار مارسيل كولر. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا بإذن الله حلقة جديدة من برنامج الترند، وقبل ساعات قليلة جدا من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.